رسالة حضرتك في المؤتمر اليوم؟ والله أنا يعني يقال أني من المكرمين في هذا المؤتمر يعني. وإن كنت يعني بعتبر أن ده تجمع عربي مصري يعني بنحلم بالوحدة الاقتصادية فعلا، ان ربنا يحققها حتى على الطريقة الأوروبية، ان احنا يعني الجمارك مفيش، احنا عندنا تنوع في كافة شيء، هذا التنوع مش محقق في بلدان كتيرة، واحنا اكبر مساحة كدول عربية مجتمعة، اكبر مساحة في العالم، اكبر من روسيا. لكن يا روسيا لما كانت زمان في ايام الاتحاد السوفيتي كانت اكبر، لكن نحن الان اكبر وعندنا تنوع. تفضل تفضل. عندنا تنوع اقتصادي بديع جدا، وعندنا كافة شيء. هم عندهم حروب، ورغم الحروب والطاحنة وملايين البشر ماتوا، وإلا أنهم عصبونا اتحدوا لأنه المصالح تتصالح، المصالح تتصالح. فيا رب احنا بنتمنى ويا رب يا كريم قيادتنا الجديدة في مصر تستطيع أنها تقوم بدورها، أنها تتوفق في تحقيق هذه الأمنية العظيمة العربية اللي هترفعنا بين الأمم. سؤال أخير، دور الفن في النهوض والتنمية الاقتصادية؟ الفن نفسه نشاط اقتصادي، يعني كان الفن المصري، السينما المصرية على وجه التحديد، كانت تاني أعظم منتج بالتصدير، يعني تاني حاجة بعد القطن. اللي حصل إنه المسؤولين القريبين يعني لم يكونوا على مستوى الفهم، لأنه الفن المصري هو القوة الناعمة لهذا البلد. فلك أن تتصور أن احنا يعني صنعنا ما يسمى بالوحدة العربية الشعبية، فدورنا واضح وقوي، لكن عاوز تدعيم، عاوز دولة تبذل مجهود تصحصح العملية الفنية، تساعد في إنتاج الأفلام الراقية. احنا أصحاب رسالة، بس يتحقق لينا أن المسؤولين في هذا البلد يقفوا جنب قوتهم العظيمة الناعمة اللي هي الفن. يعني أنا سافرت كل تقريبا البلاد العربية وكل البلاد الأوروبية وأمريكا، ما عندكش فكرة، تجمع كل الفئات، كل الفئات العربية حواليك كفنان مصري. ده يؤكد ان احنا مش عارفين قيمة انفسنا، دي مشكلة. يا رب نستطيع ان احنا ندرك اهمية وقيمة الاعمال الفنية المصرية اللي هي تؤدي الى الوحدة الشعبية العربية. هل يمكن تحقيق يعني برامج او مسلسلات او افلام سينمائيه عربيه مشتركه؟ ده يعني المنى ان احنا نقدر نعمل الحكايه دي، ولو انه ده متحقق في التلفزيون نسبيا نتيجه بقى للحروب، والسوريين دلوقتي ملاذهم الوحيد مصر، بعض اللبنانيين، العراقيين. الفن ملوش وطن، الفن العربي ما دمنا نتحدث اللغة العربية أو لهجة مصرية، هي اللهجة السيد، اللهجة المصرية هي اللهجة السيد الذي يجتمع عليها كل أبناء الوطن العربي. يعني ممكن جدا اللهجة الجزائرية المطعمة بالفرنسية تقابلك تعكسك المغربية التونسية، لكن اللهجة المصرية هي اللهجة السيد اللي هي ايه، تجتمع حولها هذه الأمة. فدي يعني دور هام جدا ان احنا نتواصل ونعمل انتاج مشترك، وده يعني المنى ان انت تعمل انتاج عربي مشترك تدخل بيه مهرجانات عالمية. انا ما اعرفش رؤوس الاموال المتلتلة في بعض البلدان العربية ما عندهمش الحس
والرغبة في أهمية الفن.